اليوم الموضوعنا another circulatory system which is the lymphatic system. مثل ال blood lymphatic أيضا يتكون من سائل و vessels و organ. هون عندنا ال organ هي ال lymphatic organ. يختلف أيضا عن ال blood circulatory بال function. أهم function بالنسبة لل lymphatic system هو ال immunity اللي هي يحافظ على ال immunity of the body against any infection أو in foreign body or cells. أشون يحافظ على immunity by production of lymphocytes و نعمل sharing screen. ظهرت عندكم باوربوينت؟ الو؟ لا لا دكتورة لا بعد ماكو لا بعد ماكو لا دقيقة دكتورة زين. فإذا المين فانكشن مثل ما ذكرنا للليمفاتيك سيستم هو الاميونيتي by producing antibody واللي هو الاميونوكلوبيلين وأيضا باللمفاتيك سيل. بالإضافة إلى ذلك أن اللمف راح يطيق ينقل مواد ما تنقل بواسطة البلد اللي هي الفات لأنه large molecule فينقل عن طريق اللمف من الجي اي تي وينتقل عن طريق اللمف إلى السيركوليشن وأيضا البروتين molecule أيضا ينقل عن طريق اللمف. فإذا ذكرنا أنه هذه الأهم function of the lymphatic system. اللي ذكرنا أنه هو يتكون من السائل اللي هو اللمف ومن الفيزلز ومن الأورجان. أشنو اللمف اللي هو السائل؟ اللمف باللاتيني معناته water، معناته اللمف هو water-like fluid مثل السائل، هو جزء من البلازما. منين يجي هذا اللمف؟ وين موجود؟ هذا موجود اكسترا سيلولار خارج الخلية وينتج من اكسوديت فروم ذا كابيلاري، يعني وقت ما يصير اكسشينج بالكابيلاري قسم من الفلويد او البلازما ينضح خارج الكابيلاري فيطلع بالاكسترا سيلولار تشو ويتجمع على شكل لمف. فاذا هو ووتر لايك فلويد وبالحقيقة هو عبارة عن بلازما زائدا سيل، يعني يشبه البلد في انه كونه نفس مكونات البلازما وايضا يحتوي على السيل. اختلافه عن البلد اشنو؟ انه اول شيء اهم مكون بينه انه هي اللمفوسايت، يحتوي على اللمفوسايت، يحتوي على المونوسايت اللي هي الاميون سيل. ايضا يحتوي الفرق عن البلد انه هنا احنا قلنا ووتري يعني ووتر لايك فلويد، فاذا ما بينه ار بي سي، لا ما بينه هذا اللون الاحمر اللي هو يعتبر يرجع لوجود الار بي سي بالبلد. فاذا اللمف ما بينه ار بي سي. ايضا قلنا هو راح ينقل بروتين، فاكيد الالبومين والجلوبيولين بينه راح يكون هاير ذان ذات اوف بلد. بليتليت ما بينه لأن هو ما وظيفته كواجوليشن ولا وظيفته يعمل تخثر بالبلد، هو وظيفته اميونيتي، فإذا بليتليت ما بينه. أيضا الكواجوليشن أو الفايبرينوجين يكون lower than blood. أيضا بالنسبة للوظيفة الثالثة ماله أنه الأوكسي أو الفرق الآخر أنه الأكسجين بينه أقل من نسبة البلد بينما الكربون دايوكسيد يكون higher than that. بالإضافة إلى ذلك أنه قلنا وحدي من أهم الفانكشن مالته هو الترانسبورت اوف ذا فات فروم ذا انتستين، فإذا يحتوي على الفات مولوكيول. هذه أهم الفروقات بين اللمف والبلد. هذا اللمف ذكرنا أنه هو موجود بالإكسترا سيلولار فلويد، فإذا راح ينقل عن طريق اللمفاتيك فيزلز، راح ينتقل عن طريق اللمفاتيك فيزلز الى اللمفاتيك اورجان. اللمفاتيك فيزلز تشبه الى حد كبير الفين.
وتشبه البلود فيزلز، لكن فرقه عن البلود فيزلز اول شيء انه ماكو ارتري هوني، ماكو مضخه، ماكو هارت عندنا حتى يضخ البلود الى الارتري. وانما تبدي اللمفاتيك فيزلز ببلايند تيوب موجوده بالاكسترا سيلولار سبيس، هي اللمفاتيك كابيلاري. اللمفاتيك كابيلاري راح تسحب اللمف او الاكسترا سيلولار فلويد، راح تسحبه الى فيزلز اكبر واكبر، فتكون لنا اللمفاتيك فيزلز. وكل اللمفاتيك فيزلز هذه طبعا بطريقه راح تمر على محطات للتنقيه لهذا الفلويد اللي هي اللمف نود، وبعدين تتجمع اللمفاتيك فيزلز وتنتهي بوحده من اكبر القنوات اللي هي اما الرايت لمفاتيك داكت، او بالنسبه لليسار بالنسبه للليفت هي الثوراسيك داكت، واثنينهم راح يفتحون بالفينا كافا، ويعني تفتح بالبلد، تنقل الفلود هذا الى البلد. فاذا نجي على الاول جزء من اللمفاتيك فيزلز، ذكرنا انه هي تبدي باللمفاتيك كابيلاري. اللمفاتيك كابيلاري اشنو فرقه عن البلد كابيلاري؟ اول شيء هي اكبر، تكون مور irregular than blood capillary. الوول مالته يكون ثينر من الكابيلاري، تكون لارجر. وبالإضافة إلى هذا أنه اللايننج إبيثيليوم ماله فقط إندوثيليوم ريست أون بيسمنت ممبرين، لكن هذا البيس ممبرين يكون إنكونتينيوس، فأدنى تكون كساينوسويدال كابيلاري، تشبه الساينوسويدال كابيلاري اللي أخدتمه. أهم فرق أنه هي ما بيها بريسايز أو بريثيليال تشو، لأن كلش رقيقة تكون حتى تسمح بمرور اللارج مولوكيول إلى الكابيلاري. بالنسبة لموقعة أيضا تكون deeper than blood capillary، يعني blood capillary تكون more superficial to the skin أو muscular، يعني أقرب تكون إلى السطح من lymphatic capillary. وطبيعي تكون مور بيرميابل، لان هذه مثل ما ذكرت لكم انه هي ساينوسويدال، كل اكثر يعني كل اللمفاتيك كابيلاري تكون ساينوسويدال، فتكون مور بيرميابل ذان بلود كابيلاري، حتى تسمح بمرور الكولايد ماتيريال وتسمح بمرور الفات الى اللمف. بعد اللمفاتيك كابيلاري راح تتجمع وتعمل لنا اللمفاتيك فيزلز. اللمفاتيك فيزلز هذه تشبه الفين، تشبه الفين، ايضا بها شوية اختلافات. يعني اشون تشبه الفين؟ يعني بها تونيكا انتما، بها تونيكا ميديا، اللي وبها ادفنتيشيا. اذا ناخذ الانتما فهي تتكون من اندوثيليال وسب اندوثيليال لاير. بالنسبة للتونيكا ميديا تتكون من سموث مسلز، وايضا تكون الميديا تكون اقل من الادفنتيشيا، والادفنتيشيا راح تكون هي الطبقة الخارجية، وأيضا تحتوي كونكتيف تشو ولونجتودينال سموث مصل. فرقة عن الفين أنه أيضا هون راح تكون ثينر وول وبيها مور فالف ذان الفين. الفالف اللي موجود باللمفاتيك فيزلز تكون مور ذان ذات ذان فين. كل اللمفاتيك فيزلز طبعا هذه نحن ذكرنا انه اهم فانكشن لللمفاتيك سيستم هو الاميونيتي، او يعمل فلتريشن. فلتريشن الايش؟ فلتريشن لللمف اللي موجود او للبلد، حتى اشكو فورن بودي، اشكو بكتيريا، فيروس، كانسر سيل، يحتجزها باللمفاتيك سيستم. فاذا عندنا اللمف هذا ما راح يروح الى البلد مباشره، وإنما على طريق هذه اللمفاتيك فيزلز أكو محطات مثل محطات البانزين. هذه المحطات تعمل فلتريشن لللمف حتى تنقينه من كل الشوائب البين، وبعدين ترجعه إلى البلد. هذه المحطات هي اللمف نود. زين، بعد ما يتصفى اللمف باللمف نود، هذه اللمفاتيك فيزلز تتجمع حتى تكون لنا الرايت لمفاتيك دكت أو الثوراسيك دكت، واثنين بالأخير راح يروحون إلى يفتحون بالفينا كافا ويروحون الى البلد. المعلومه مهمه اريد كنت تعرفوها انه اللمفاتيك ما موجود في كل، اكو مناطق ما بيها لمف، اللي هي بالسكليرا، باللينس اوف ذا اي، لان هذه مناطق كلش رقيقه، وايضا بالسي ان اس،
وبالكارتيليج بالانكالسيفايد كارتيليج والفيتال بارت اوف بلاسينتا وبالانترنال اير وبالبون مارو. والبون مارو هذه المناطق تكون absence from the lymph. ذكرنا أنه الليمفاتيك سيستم أهم مكون اللوة هو الإميون سيل، لأن أهم وظيفة للليمفاتيك سيستم هو الإميونيتي. فإذا طبيعي أنه المكون الرئيسي مالته هو الـ هو الإميون سيل. الإميون سيل أنواع، عندنا اللمفو أهم شيء والمين كومبوننت هي اللمفوسايت، بالإضافة إلى اللمفوسايت عندنا الماكروفاج، عندنا الأنتيجين بريزنتينج سيل، عندنا أنظر النيوتروفيل، لكن تكون نسبتها قليلة بالنسبة عفوا دكتورة بس الصوت راح. فإذا عندنا اللمفوسايت قلنا أهم مكون لللمفاتيك باللمفاتيك تشو هو الإميون سيل، طبيعي لأنه أهم فانكشن هو الإميونيتي. فمن هذه أهم أو المين إميون سيل موجودة باللمفاتيك هي اللمفوسايت. اللمفوسايت عندنا نوعين من اللمفوسايت، أو بالحقيقة هي أكثر من نوعين، عندنا التي والبي والناتشورال كيلر والناتشورال كيلر. الناتشورال كيلر لمفوسايت هذه ما احنا اخذها لأنه هي التابعة للنون سبيسيفيك اميونيتي. يعني اشني النون سبيسيفيك اميونيتي؟ يعني هي يعني مثلا اميونيتي اللي ما هي محددة ضد فيروس أو بكتيريا أو أي شيء يدخل الجسم، الناتشورال كيلر يعني تتلقى عنه، فهي ما تابعة لللمفاتيك سيستم. عندنا السيل أو اللمفاتيك سيل اللي مينلي موجودة باللمفاتيك سيستم هي تي والبي لمفوسايت. الساعة تسألوني تقولوا لي دكتور احنا شفنا بالمختبر البلد سيل واللي كانت من ضمن اللمفوسايت شفناها هي تحتوي على نيوكليوس وريم لايك سايتوبلازم، زين بس ما عرفنا انه هذه تي لبي. فأنا أقلكم أنه باللايت مايكروسكوب منطق نميز أنه هذه تي أو بي لمفوسايت، فقط أنه نذكر هذه لمفوسايت حتى نميز التي عن البي لمفوسايت نستخدم صبغات خاصة نسميها الإميون سايتوكيميكال ستين. هذه الصبغات تبين لنا الريسبتر الموجود أو الأنتيجين الموجود على الخلية. من هذه الريسبترات ممكن أن نميز هذه تي أو بي لمفوسايت. هذا فرق. الفرق الثاني بالفانكشن، التي لمفوسايت مسؤولة عن السيليولار اميونيتي. يعني ايش نقصد بالسيليولار اميونيتي؟ يعني التي لمفوسايت تكون فقط شيء شجاع، يعني تهاجم بيده، مثلا دخلت خلية فيروس او بكتيريا على الجسم، التي لمفوسايت راسا راح تتحفز وتهاجم هذه الخلية وتعمل بيرفوريتينج وتحاول تقتل هذه الخلية هي بنفسها، فهذه نسميها سيلولار اميونيتي. بينما البي لمفوسايت تكون اجمل من التي لمفوسايت، فمن يدخل او تريد تهاجم اي فورين سيل موجوده بالجسم ما هي نفسها تهاجم، وانما تتضخم وتتحول الى اذر سيل نسميها البلازما سيل، وهذه البلازما سيل تقوم تنتج مضادات نسميها الانتي بودي. هذه المضادات هي اللي تهاجم الفورين سيل. هذا النوع من الاميونيتي نسمينه الهيوميرال اميونيتي. فاذا عندنا نوعين من الاميونيتي، السيلولار اميونيتي اللي هو ريسبونسابيلتي اوف تي لمفوسايت، وعندنا الهيوميرال اميونيتي اللي هي ريسبونسابيلتي اوف بي لمفوسايت. فاذا التي لمفوسايت والاختلاف بيناتهم يكون عن طريق الفانكشن. التي لمفوسايت ايضا بها انواع، أنواع كحسب ما كشكل، يعني أنواع أنواع أيضا هذه منطق نميز بها باللايت مايكروسكوب، لكن كفانكشنال أو كفانكشن أوف ذا تي لمفوسايت عندنا عدة أنواع. النوع الأول اللي هو التي هيلبر. التي هيلبر من اسمها أنه هي أسيست أنذر لمفوسايت،
يعني مثلا عندنا البي لمفوسايت ما تشتغل اذا ما موجوده التي لمفوسايت، التي هيلبر تحفزها بانتاج مواد كيميكال تفرز هذه التي هيلبر اميون كيميكال سبستانس، هذه الاميون كيميكال راح تحفز لي البي لمفوسايت وتخليها تنقسم او تحفز another type of T lymphocyte حتى تبدي شغله. فإذا هي وجودة ضرورية حتى تساعد بقية اللمفاتيك سيل أو تحفز بقية اللمفاتيك سيل على الفانكشن مالتها. النوع الثاني اللي هو الرئيسي اللي ذكرناه اللي هو السيتوتوكسيك T cell أو نسمينه T killer. T killer معناته هذه الخلية هي اللي مسؤولة عن السيلولار اميونيتي. هذه الخلية السيتوتوكسيك تي سيل هذه راح تتعرف هي على الفورين سيل وترتبط عليه، يعني شلون واحد يجذبه فقط شيء راح تنجذب للفورين سيل سواء كانت بكتيريا فيروس كانسر سيل اي شيء تشوفه ما طبيعي تجي ترتبط تلزق على هذه الخلية اللي ما طبيعية وتعمل تفرز سبستان تعمل بيرفوريشن بالسيل ممبرين اوف ذا فورين سيل للخلية الغريبة تثقب الممبرين مالتها زين. فأنت بتعرفون من يتثقب البيسمنت ممبرين ويخرج السيتوبلازم تبدي النيوكليار تموت وتبدي الخلية تموت زين، فتقتلب هذه الطريقة ولهذا يسموها سيتوتوكسيك تي سيل. بالإضافة إلى هذا أنه هذه السيتوتوكسيك تفرز مادة نسميها الماكروفيج اكتيفيتينج فاكتور، هذه من اسمها ماكروفيج اكتيفيتينج فاكتور راح تعمل اكتيفيشن او اتراكشن للماكروفيج الى هذه المنطقه حتى اشكوا خلايا كن ماتت او صاغله او تبقى كدبري لازم تعمل كتنظيف، يعني راح تنظف هذه المنطقه وتعمل انجلف للخلايا الميته. طبعا هذه السيتوتوكسيك تي سيل يعني ما موجودي في كل انواع الاميونيتي، عاده موجودي في السلولي ديفلوبينج ديزيز مثلا التي بي اللي هو التدرن او البروسيلوسيس او حالات الكانسر. النوع الثالث اللي هي السبريسر تي لمفوسايت، هذه عكس الهيلبر، هذه تعمل سبريشن او انهيبيشن للفانكشن اوف تي هيلبر لمفوسايت، تعمل انهيبيشن للسيتوتوكسيك وتعمل الانهيبيشن للديفلوبمنت اوف بي لمفوسايت ان بلازما سيل، فهذه وظيفتها عكس وظيفه التي هيلبر. النوع الاخير اللي هي تعتبر مثل الذاكره الميموري سيل، الميموري سيل هذه نعتبرها مثل خليه شلون الفلاش ميموري، هذه خليه ايمتى تتحفز او ايمتى تتكون لما ما يدخل الجسم كميات قليله من فيروس او بكتيريا، هذه الخلايا تتكون وتحفظ بذاكرتها شكل هذا الفيروس وهذا البكتيريا. من يتعرض الجسم إلى مثلا يعني أعداد كبيرة من هذا الفيروس راسن تشتغل هذه الميموري سيل بلا ما تحتاج أنه يصير بها سنسيتايزيشن وتأخذ وقت وعلى ما تتحفز، لا هذه هي عندها بالذاكرة مطبوع هذا الشكل مع الفيروس. فمن يتعرض الجسم إلى نفس النوعية راح تبدي راسن تهاجم الفيروس وتشتغل. هاي وين تفيدنا الميموري سيل؟ عادة تفيدنا بالفاكسينيشن، تكون يعني عادة بالفاكسين ينطون لو اتنويتد فيروس أو بكتيريا فتتكون هذه الميموري سيل. فمن ينصاب الشخص بنفس الفيروس أكو عنده مناعة راسن تهاجمه ما تخلي الأعراض تطلع علينا، فهذه الميموري سيل مهمة بالفاكسين. بالنسبة للبي لمفوسايت according to function عندنا two types only، البلازما سيل والميموري سيل. البلازما سيل هي نفسها البي لمفوسايت من تتحفز راح تكبر وتعمل لمفوبلاست وهذه اللمفوبلاست تعمل بلازموبلاست والبلازموبلاست تنقسم وتكون لنا البلازما سيل. فإذا حجم البلازما سيل راح يكون أكبر من حجم البي لمفوسايت، فأشي راح يكون عندنا دائما المنطقة اللي تكون بها بلازما سيل يكون لونها
انت تعرفون احنا من شرحنا اللمفوسايت قلنا اكثر ما يظهر بيها يظهر بيها النيوكلياس اللي تكون ديبلي بيربل كلر. لهذا المنطقة اللي يتجمع بيها اللمفوسايت كثيرة اشون تكون لونها؟ يكون لونها عميق، لان بس النيوكلياس عتبين عندي، ماكو سايتوبلازم كلش قليل، فتكون ديب كلر. لكن من تكون المنطقة متنشطة ويكون بيها بلازما سيل، البلازما سيل راح تكبر، السيتوبلازم راح يكون more than that of a nucleus أو more than that of B lymphocyte. فإذا المنطقة هذه راح يكشف لونه، راح يكشف لونه. ليش؟ لأن البلازما هي أكبر وتحتوي على سيتوبلازم أكثر، وهذه sensitizing cell يعني active cell. من تتكون هذه البلازما سيل معناتها راحت أنا عندي infection، راح تكون لي antibody. إحنا قلنا B lymphocyte ما تحارب بإيده، وإنما تستخدم تكون نوع من المضادات نسميها الانتيبودي against the antigen اللي دخل الجسم. فراح يصير عندنا antigen antibody reaction أو complex، وهذا الانتيجين يدمر الخلية، الانتيبودي يدمر الخلية المهاجمة وبعدين يعمل له killing، وتجي الماكروفيج تعمل له انجلف وتنظف المنطقة. النوع الثاني من البي لمفوسايت according to function هو الميموري سيل. الميموري سيل هي أيضا نفس الميموري سيل اللي موجودة بالتي لمفوسايت، أيضا هي activated لكن تبقى مثل الفلاش ميموري. نحتاجه من نحتاجه أو من يدخل الجسم كمية كبيرة من الفيروس أو البكتيريا، يعني راسن يعني هي خلايا كان صابية sensitization وكان تحولت ومخبية أشون كذاكرة محفوظة وكان نسيتها أنت تتحرك لما ما أنت تحتاجه، تشغل فلان ذاكرة تطلع عندك فلان، يعني تطلع عندك بهذا الشكل. فإذا الميموري سيل هي خلايا محفوظ بذاكرتها نوع من الفيروس أو البكتيريا من يتعرض الجسم إلى كميات كبيرة من هذا النوع، تكون هي موجودة وحاضرة للدفاع. فإذا هي مستفيد منها مثل ما ذكرنا بالفاكسينيشن. ذكرنا أنه على طريق اللمفاتيك فيزلز، اللمفاتيك فيزلز قلنا راح تنقل الفلويد اللي موجود بالإكسترا سيلولار سبيس، راح تحمله أش ما كان بينه أو مهما كانت مكوناته، تحمله ترجعه إلى البلد عن طريق اللمفاتيك فيزلز. لكن هذه اللمفاتيك فيزلز ما راح يعني تحمل اللمف وترجعه مباشرة إلى البلد، وإنما قبله راح تعمل له فلتريشن من كل يعني الفورن سبستانس اللي بينه بمحطات. هذه المحطات نسميها اللمف نود. اللمف نود هي عبارة عن كدني أو بين شيب، لاحظوا شكلها مثل حبة الفاصوليا أو كدني شيب، بيها كونفكس وبيها كونكيف بارت. هذا الكونكيف بارت نسمينه الهايلم، الهايلم اللي يدخل منه البلد فيزلز ويخرج منه اللمفاتيك فيزلز. زين، فاذا هي بين شيب، تكون كابسوليتد لان هي اورجان كابسول، يعني اذا نحن نريد انه نشيل هذه اللمف نود مثل ما يصير بتشخيص معظم الكانسر او بالحالات اللمفوما، ياخذون قسم من اللمف نود يشيلوها فتنشال كلها. ليش؟ لان هي سيبريتد اورجان surrounded by connective tissue capsule. هذه اللمف اللمف نود موجودة عادة على امتداد اللمفاتيك فيزلز، وأهم ميزة بيها أنه بيها اللمفاتيك فيزلز تدخل من الاتجاه المحدب مال الكونفكس، هذه نسميها الافرنت لنف اللي راح تجيب اللي هي الفيزلز اللي كان جابت اللنف، راح تدخل الى اللنف نود من الكونفكس سيرفيس فنسميها الافرنت.
زين، وهذا اللمف اللي جابته هذه الفيزلز راح يدخل إلى اللمفاتيك فيزلز، يدخل بساينس ويتفلتر من أي شيء بينه ما طبيعي، ويرجع ينلم وتتكون الإفرنت لمفاتيك فيزلز اللي هي تخرج أو تغادر اللمف نود عن طريق الهايلم. فإذا أهم وظيفة لللمفاتيك نود هي الفلتريشن أوف لمف، فلتريشن أوف لمف، انتبهوا، لأن إحنا الفلتريشن عندنا للبلد وللمف. المكان الوحيد اللي يصير عندنا بينه فلتريشن لللمف هو اللمف نود، زين، بينما الفلتريشن أوف بلد يصير بالسبلين. فإذا الأهم فانكشن لل اللمف نود هي الفلتريشن of the lymph. فإذا هذه اللمف نود تختلف عن بقية اللمفاتيك أورغان بعدة صفات. أول شيء أنه هي تقع على، أول شيء ما تكون وحدي، يعني ما تكون سينجل، تكون على شكل جروبات أو تكون متعددة. يعني إحنا عندنا اللمف نود اللي موجودة بالجسم كثيرة وموجودة على تجمعات عادة، يعني مثلا البارايورتيك لمف نود، سبمانديبولار لمف نود، الابدومينال لمف نود، فموجودة في كل انجوان اللمف نود، في كل المناطق موجودة هذه اللمف نود، فتمتد على الكورس مثل ما ذكرنا مع اللمفاتيك فيزلز، لانه هي تفلتر اللمف اللي شايله اللمفاتيك فيزلز. ثاني شيء، هي الاورجان الوحيد اللي يعمل فلتريشن لللمف. الميزة الثالثة اللي تختلف بها عن بقية الأورغان، عن بقية اللمفاتيك أورغان، أنه بيها أفرنت وإفرنت لمفاتيك فيزلز، بقية الأورغان ما بيهم. ومثل ما ذكرتوا أنه هي الوحيدة deal with infiltration of lymph، وعادة موجودة على شكل جروبات، موجودة على شكل groups. زين، لو أخذنا كهيستولوجيكال فيتشر of lymph node، لاحظوا lymph node هذه مثل ما تشوفون أنه أول شيء من الخارج قلنا بيها كبسول، هذا كبسول. الكبسول أشنو طلاب؟ الكبسول هو عبارة عن connective tissue، يحول المنطقة، هذا الكبسول اللي مأشر أتكم، هذا الكبسول هو يحوط اللمفاتيك نوديول ويفصله عن بقية التشو. زين، من الكبسول راح تمد داخل اللمف، اللمفاتي داخل اللمف نود، هو من الكبسول تمد حواجز نسميها ترابيكولي. ف هذه الحواجز لها مسميات حسب المنطقة. نحن عدنا اللمف نود نقسمها إلى ثلاث مناطق، الكورتكس اللي تنقسم إلى outer cortex و inner cortex، هذه outer cortex، وعدنا يما inner cortex، والمنطقة الداخلية اللي هي بالداخل اللمف نود هي نسميها الميدولا. فإذا اللمفاتيك نود تنقسم إلى 3 zones، الأوتر كورتكس اللي تحت الكبسول مباشرة، الإنر كورتكس أو نسميها الجكستا ميدولاري اللي بين الكورتكس وبين الميدولا، والميدولا هي المنطقة اللي بعد الكورتكس اللي للداخل نسميها الميدولا. فإذا هذه الحواجز من راح تمتد إلى الكورتكس نسميها كورتيكال ترابيكولي، من تمتد إلى الميدولا نسميها ميدولاري ترابيكولي. فإذا هي نفسها، هي عبارة عن حواجز تمتد من الكبسول وتدخل إلى داخل الأورغان، لكن مسمياتها تختلف حسب موقعها. زين، ذكرنا أنه اللمف نود بيها ثلاث مناطق، ناخذ الكورتيكال زون اللي هي تقع بالبريفيرال، هذه البريفيرال، هذه منطقة الكورتيكال زون أو الأوتر كورتكس نسميها. نلاحظ أنه هي تتكون أو يعني عبارة عن aggregation of lymphatic cell. طلاب اللمفاتيك سيل والإميون سيل بصورة عامة تكون بطريقين، يعني تكون مرتبة بشكلين، إما تتجمع على شكل circular
مثل هالي اللي تشوفوها سيركولر نسميها لمفاتيك نوديول، لمفاتيك نوديول ما نود، لمفاتيك نوديول. او تكون سيبريتد سيل يعني سيل منفرده ما تتجمع على شكل ما تتجمع على شكل نوديول ولا تتجمع على هذا الشكل هذا السيركولر. عاده البي لمفوسايت يكون ترتيبه على شكل نوديول، بينما التي لمفوسايت عادة تاخذ سيبريتد سيل. فإذا نحن عندنا الكورتكس مثل ما تلاحظون أنه هي تتكون من هذه الدوائر الزاقة العميقة اللي هي اللمفاتيك نوديول. هذه اللمفاتيك نوديول عبارة عن aggregation of B lymphocyte mainly، أهم شيء البي لمفوسايت بالإضافة إلى الماكروفاج انتيجين بريزنتينج سيل والاذر اميون سيل. هذه النوديول لمفاتيك نوديول هذه اذا ماكو انفكشن تكون يونيفورم، كل البي لمفوسايت تكون سمول ان سايز وذ دارك كلر وتكون يونيفورم كلها نفس الصبغه تاخذ. من يكون عندنا اكتيفيشن او انفكشن مثلا وتبدي هذه يصير بها activation هذه اللمفاتيك نود، هذه اللمفاتيك نوديول راح تبدي البي لمفوسايت اللي بيها تتحفز. نحن قلنا من تتحفز ايش راح تصير؟ تكبر بالحجم وتتحول الى البلازما سيل. البلازما سيل بيها السيتوبلازم اكثر من البي لمفوسايت، فاذا اللون ماله راح يكون منطقة تجمعها راح تكون بيلر ذان the B lymphocyte. ولهذا من يكون اكو infection هذه البي هذه اللمفاتيك نوديول راح يكون السنتر بيها، لان البي لمفوسايت من تتحفز تنقل من البريفيري مال اللمفاتيك نوديول towards the center حتى تبدي شغله. فبالسنتر راح تتجمع البلازما سيل فيكون اللون ماله اكشف تكون بيلر، فنسميها secondary nodule. secondary nodule او والسنتر ماله نسميها germinal center. germinal center. فاذا انا من اشوف انه اللمفاتيك نود بيها هذه اللمفاتيك نوديول تكون يونيفورم ما بيها سنتر ما يميزها كلها نفس اللون، هذه اقول primary nodule. primary nodule معناته ماكو infection. بس من اشوف هذه اللمفاتيك نوديول بيها السنتر يكون بيلر يكون شاحب أكثر، البليفيرال تكون أعمق والسنتر يكون أكشف، معناتها هذه سيكندري نوديول. أو وبيها جيرمينال سنتر معناتها أكو إنفكشن وأكو أكتيفيشن للبي لمفوسايت. فإذا أول مكون للكورتكس للأوتر كورتكس هو هذه اللمفاتيك نوديول اللي ذكرته أنه ممكن أن تكون برايمري أو سيكندري. المكون الثاني هو الترابيكولي، هذه الترابيكولي اللي ذكرتوها اللي هي تدخل من الكورتكس وتمتد تدخل من الكبسول العفو وتمتد إلى الكورتكس والميدولا. فمن تمر بين اللمفاتيك نوديول نسميها كورتيكال ترابيكولي. بالإضافة إلى ذلك عندنا اللمفاتيك ساينس، احنا ذكرنا انه اهم فانكشن لللمفاتيك نود او المين الفانكشن مال اللمفاتيك نود هي الفلتريشن مال اللمف. فاذا اللمف اللي يجيبه هو اللمفاتيك الافرنت لمفاتيك فيزلز اللي تدخل من الكونفكس او من بغى. فمن تدخل اللمفاتيك فيزلز من تدخل وين تفتح؟ تفتح راسا تحت الكورتكس بساينس، تفتح لي ساينس او تفتح لي جيوب. زين هذه الساينس اسميها سب كابسولار ساينس لان تحت الكبسول. بعدين بعد ما تدخل الى السب كابسولار ساينس راح تنقل من السب كابسولار ساينس تدخل الى المارجنال او تدخل الى الكورتيكال او الانترلوبيولار ساينس اللي هي بين اللمفاتيك نوديول وبين الترابيكولي. زين وبعدين تنقل الى الميدولا وذكرنا انه تتجمع بالميدولا وتكون الافرنت وتخرج الافرنت من اللمفاتيك نود بعد ما يتفلتر بها اللمف.
طبعا احنا اللنف اللي يجي من يدخل هوني باللنفاتيك ساينس، حاولوا تلاحظون كله لنفاتيك، لنفاتيك نوديول او يجي هوني بالباراكورتكس اكو لنف، بالميدولا اكو لنفاتيك سيل. فاش عندنا اش يكون حامل من مواد غريبه راح تهاجمها هذه الخلايا اللي موجوده بالكورتكس او الانر كورتكس او الميدولا، بحيث تحاول تصفينه قدر الامكان. إذا بقى بينه أي شيء أو كان بينه يعني أكثر من إنفكشن، ما طاقة هذه المجموعة من اللنف تصفي، راح يطلع يروح إلى another group of the lymph وتصفينه، وهكذا يعني بحيث محطة تصفينه عن محطة إلى أن يصفى كامل إلى أن يصل إلى البلد اللنف. أوكي، فإذا نرجع إلى الكورتكس. كورتكس إذا بيها ثلاث محتويات اللي هي النوديول، lymphatic نوديول، والساينس اللمفاتيك ساينس والترابيكولي. المنطقة الثانية اللي هي هذه تكون مجاورة للكورتكس، يعني تكون بين الأوتر كورتكس وبين الميدولا، هذه المنطقة أسميها البارا كورتكس أو جاكستا ميدولا، يعني مجاورة للميدولا أو مجاورة للكورتكس، لأن هي بين الكورتكس وبين الميدولا، أو أسميها الإنر كورتكس لأنها تعتبر الجزء الداخلي من الكورتكس. هذه المنطقة بها فقط الخلايا اللمفوسايت راح تكون سيبريتد، ما تتجمع على شكل جراني على شكل هكذا نوديول، ما راح تتجمع على شكل نوديول، وإنما تكون ديسبيرس سيل، يعني سيبريتد سيل، تتجمع على شكل خلايا، يعني خلايا متجمعة من اللمفوسايت. احنا ذكرنا ايه من خلايا لا خاصية انه تجمع بلا ما تتكون نوديول، هي التي لنفوسايت. فاذا يعني المكون الرئيسي للبارا كورتكس او الجكستاميدولاري او الانر كورتكس هي التي لنفوسايت، ما بيها نوديول، تكون الخلايا فقط يعني مبعثرة، تكون خلايا مبعثرة هي التي لنفوسايت. بالاضافة الى هذا عندنا نوع خاص من الكابيلاري نسميها هاي اندوثيليال كابيلاري. اشني هذه الهاي اندوثيليال؟ هذه انت مثل ما تعرفون انه الكابيلاري او كل البلود فيزلز بصوره عامه اللايننج مالتها هي فلات، مع تمام فلات اندوثيليوم. بالهوني بالانر كورتكس هوني الابيثيليوم راح تصير كوليومنر ابيثيليوم، وعنده خاصيه انه تجذب من الـ يعني من البلاد او من اللمف اللي يدخل اشكو تي لمفوسايت تجذبه تحوله الى هذه المنطقه. فهذه الهاي نسميها الهاي اندوثيليال كابيلاري. هذه بالنسبه للبارا كورتكس. بالنسبه للميدولا، الميدولا ايضا تحتوي على اللمف لاحظوا طلاب، ايضا تحتوي على لنفاتيك سيل، لكن هذه اللنفاتيك سيل ايش تصير بها؟ تصير بها تتجمع على شكل كورد، وعلى شكل لاحظوا اللنفاتيك سيل هذه تشوفون التجمع مالتها على شكل كوردات مثل الحبال، مثل الحبال. فبيها بي وبيها تي لنفوسايت وبيها انذر اندو يعني انذر اميون، بيها احتمال نيوتروفيل، بيها ماكروفيج، كل انواع الاميون سيل، لكن التجمع مالته يكون على شكل حبل نسمينه الميدولاري كورد. زين، فاذا ال ال التكوين مال ال مال الميدولا ايضا عندنا الاميون سيل اللي ذكرنا انه التجمع مالتها على شكل كورد نسميها ميدولاري كورد، والميدولاري ساينس اللي هي جت من الكورتكس من السب كابسول وجت على الكورتكس وسع على الميدولا، فايضا بها ميدولاري ساينس اللي راح تتجمع وتكون لنا الافرنت، وعندنا الترابيكولي اللي هي امتداد للكورتيكال ترابيكولي. فاذا باختصار إذا أخذنا الهيستولوجي مال اللنف نود أنه عبارة عن كورتكس يغلف الأورغان،
والبارنكيما of the organ. البارنكيما تتكون من كورتكس أوتر وإنر وميدولا. الأوتر كورتكس هي عبارة عن lymphatic nodule إما primary أو secondary, ذكرنا الفرق بينهم, والكورتيكال ترابيكولي والكورتيكال ساينس اللي يحتوي على اللنف. الباراكورتكس بها التي لنفوسايت وبها الهاي اندوثيليال, وأيضا طبعا الترابيكولي هذول يمتدون إلى الميدولا. والميدولاري بارت اللي هي بها الميدولاري كورت والميدولاري ساينس, هاي الفراغات اللي تشوفوها, وأدنى الميدولاري الترابيكولر ميدولاري ترابيكولي. Circulation of the lymph node, احنا ذكرنا انه اهم function للنف هو lymphatic node, هي filtration of the lymph. وطبعا من تعمل filtration راح تنتج لنا lymphocyte, راح تعمل production of antibody حسب الفورن body substance اللي موجودة باللنف, راح تكون activated lymphocyte, راح تكون activated antibody, وايضا تعمل phagocytosis of the foreign body بعد ما تهاجم الفورين سبستانت موجود الماكروفيج, تعمل له انجلف او فاكوسايتوسيس. هذه السيركوليشن مال اللنف داخل اللنفاتيك نود. لاحظوا هذه مثلا اللنفاتيك فيزلز تدخل عن طريق الافرنت, تدخل الى السب كابسولر ساينس. سب كابسولر ساينس راح ينقل اللنف عن طريق الترابيكولر ساينس او الكورتيكال ساينس, وهذا إلى الميدولاري ساينس, والميدولاري ساينس يتجمع ويكون لنا الإفرنت, والإفرنت يخرج من الهايلم. فإذا هذا السيركوليشن اللي راح يمر داخل اللمف نود, وخلال هذا السيركوليشن راح يصير فلتريشن لللمف. طلاب أحد عنده سؤال شيء بالنسبة لللمف لللمفات لمف نود؟ أوكي, بقعدنا جزء بسيط ونكمل المحاضرة إن شاء الله. طلاب بس واحد يفتح المايك. إبراهيم. تمام دكتور. موجود. سجلتم حضور على. سجلنا حضور على الكلاس روم. أوكي. أوكي أكمل هسه لو تعبتم. احنا ظلنا جزء بسيط لو استراحة فأشقد يعني ممكن تكمل المحاضرة. ما ظل شيء, اخذ التونسل بس ونتوقف هوني, والمحاضرة الجاية ان شاء الله نكمل اللمفاتيك. فتريدون اكملها تريدون انه ناخذ تاخذون استراحة وبعدين ارجع؟ عفوا دكتور, على الوالو بس 5 دقائق انا مود بس حتى نبدل الريكورد. اوكي خذوا راحتكم 5 دقائق بلي داعش ونص وخمسي ألف مرتلة. تمام موجودين دكتور. نبلش بلشي لين بدأ الزميل أحمد الريكورد. أوكي زين طلاب, مثل ما ذكرنا احنا انه اللنفاتيك سيستم عبارة عن لنف وفيزلز ولنفاتيك أورغان. اول لنفاتيك أورغان اللي تكلمنا عنه كانت اللنف نود. Another type of lymph organ اللي هو التونسلز. التونسلز يختلف بكل شيء عن اللمف نود. أول شيء بالعدد. اللمف نود مثل ما ذكرتوا أنه هي تكون عديدة, يعني متعددة كثيرة اللمف نود اللي موجودة بالجسم, وتكون مرتبة على شكل جروبات وسلاسل. بينما التونسل هو موجود فقط حول الفتحات اللي موجودة بالجسم, يعني الأورال أو النيزل كافيتي, لأن مثل ما تعرفون أنه هذه الفتحات هي أكبر الفتحات اللي تدخل منها ممكن أن يدخل الكونتامينيشن أو الفورين سبستانس, أي شيء ممكن نحن نأخذ الأكل بينه, أشكال ألوان الهواء بينه, كثير من الفورين ماتيريال. فإذا نحتاج أنه هذه قبل ما تدخل إلى جسمنا تحتاج إلى أحد يستقبل هذه الفتحات ويعمل تنظيف قبل ما تدخل إلى الأجسام, بالنسبة للهواء بالنسبة للطعام. فإذا إحنا عدنا بالنسبة للعدد عدنا 3 أنواع من التونسل: البلاتين اللي هو حول الأوروفارينكس,
والفارنجيال تونسل اللي هو حول فتحة النيزوفارينكس واللينجوال تونسل اللي هو راح يكون في نهاية اللسان. البلاتين تونسل راح ناخذ واحد واحد بالتفصيل. البلاتين تونسل اللي هو اللوزتين، يعني كلكم تعرفون اللوزتين، وما اتصور احد كان يعني خلص من التهاب اللوزتين. لاحظوا البلاتين تونسل اول شيء بالنسبه للعدد تكون 2 تونسل. لاحظوا الموقع مالته، عندنا طيتين اللي هي البلاتو كلوسس والبلاتو فارنجياس خلفه، وبيناتهم البلاتين تونسل من التو سايد، فاذا عندنا العدد هي 2 تونسل. البلاتين تونسل لاحظوا طلاب هذا البلاتين تونسل، شوفون في بداية الأوروفارينكس، هذا الفارينكس، هذا الفارينكس، زين، هذا النيزوفارينكس وهذا الأوروفارينكس، فهو مدخل الأوروفارينكس راح يكون هوني. عنده اتجاهين البلاتين تونسل، اتجاه باتجاه السيرفيس، واحد من السيرفيس ماله باتجاه الفارينكس، والسيرفيس الثاني باتجاه الأورال كافيتي اللي هو هذا، هذا التانك وهذا الأورال كافيتي، او هذا هذا السيرفيس باتجاه الاورال كافيتي والاتجاه الثاني باتجاه الفارينكس. اللي يكون باتجاه الاورال كافيتي يكون ما محاط بكبسول، وانما يكون مغلف بنفس الابيثيليوم اللي تغلف الاورال كافيتي اللي هي نون كيراتيناي ستراتيفايد ابيثيليوم سكوامس ابيثيليوم. فاذا واحد من السيرفيس ماله يغطينه الابيثيليوم اللي تغطي الاورال كافيتي، من الجهه الثانيه يغطيها كبسول كونكتيف تيشو كبسول حتى يفصلها عن الفارنجيال تيشو، يفصلها عن الفارنجيال تونسل. فاذا عندنا اهم ميزه بالتونسل انه لا هو اورجان منفصل بوحده ولا هو ميوكوزا اسوشييتد تيشو، فاذا هو بين مع هذا احنا نعتبره كأورغان لانه بينه كونكتيف تيشو كبسول من واحد من الجهات، وممكن انه ينرفع، يعني ممكن كثير ناس كان شالوا اللوزتين مالتهم لكثره التهاباته. فاذا عندنا التونسل مثل ما اتفقنا انه هو 2 in number from inner side covered by non-keratinized stratified squamous epithelium و from outside covered by connective tissue capsule. الميزة الثانية بالبلاتين تونسل لاحظوا أنه هذا السيرفيس اللي هو مغلف بهذه الإبيثيليوم اللي هي قلنا الأورال ميوكوزا أو أورال إبيثيليوم، راح يدخل مثل الانبعاجات يصير بيها نسميها كريبت، هذه نسميها كريبت مثل الخنادق، يعني السيرفيس ماله ما يكون عدل وإنما يكون بينه مثل الحفر أو الخنادق نسميها ترابيكولي، عندنا برايمري وعندنا سيكندري ترابيكولي. على طول الترابيكولي هذه على طولها راح تترتب اللمفاتيك تشو اللي هي الأكثر طبعا بالتونسل هي البي لمفوسايت، ولهذا تلاحظون أنه كلها مرتبة على شكل سيركولر اللي هي اللمفاتيك نوديول، سواء كانت برايمري او سيكندري لمفاتيك نوديول اذا اكو اكتيفيشن لللمف نود لللمفاتيك نوديول. فاذا تلاحظون ان اللمفاتيك نوديول مرتبي على طول الكريبت، وهذا الكونكتيف تشو من الخارج اللي يحتوي على الاديبوس تشو وكولاجين فايبرز وبلاد فيزلز والمكونات مال الكونكتيف تشو. فاذا هذه مميزات البلاتين تونسل، اول شيء بالنسبه للنمبر هو 2 ان نمبر، اللوكيشن بالاورال كافيتي يعني at the beginning of the oropharynx بين البلاتوكلوسس والبلاتوفارنجيال fold. الشكل مالته يكون عندنا covered by stratified epithelium وconnective tissue capsule. الانر سيرفيس مالته invaginated into many crypts واللمفاتيك تشو arranged along the crest as lymphatic nodule. لاحظون lymphatic nodule هذه الكريبت، طبعا احنا عندنا بالاورال كافيتي مثل ما تعرفون عندنا السلايفا دائما تعمل washing للماوث،
وتوصل دائما البكتيريا او توصل اي سبستانس او تعمل بروتكشن للاورال كافيتي. بما انه هذه الكريبس موجوده بالتونسل, في مرات من الاحيان الواشينج او السلايفا والميوكس اللي ينفرز بالماوث راح يوصل فقط هذا السيرفيس من فوق. بعض الاحيان اكو فود بارتيكل تدخل الى هذه الكريبت ويصير بها انفكشن باي نوع من البكتيريا, ف وما يصل الواشينج اوف ذا سلايفا فتبقى محصوره هون داخل الكريبت ويتولد عندنا الانفكشن اللي هو التونسلايتس او التهاب اللوزتين. فتصير عندنا ريبيتد مرات, اذا تصير ريبيتد يعني فور سيفيرال تايم يعني يصير انديكيشن فور تونسيلكتومي خاصه بالنسبه للاطفال حتى لا تاثر على اذر اورجانس ان ذا بودي. هاي بالنسبه للفالانجيال تونسل. نجي بالنسبه للنوع الثاني اللي هو قصدي هذا البلاتين تونسل. النوع الثاني هو الفارنجيال تونسل. الفارنجيال تونسل ما مثل ما ذكرتوا انه هذه الاورو هذا النيزو فارينكس. هشوفوا هذا النيزل كافيتي وهذا هوني بدايه النيزو فارينكس وهذا بدايه الاورو فارينكس, تلاحظون؟ فهذا الفارينكس فهي موجوده في بدايه النيزوفارينكس فنسميها فارنجيال تونسل او نسميها الادينويد. اذا كان سمعتم مرات اذا عندكم طفل يشخر بالنوم يقولون هذا عنده زوائد لحميه, معناته عنده تضخم بالفارنجيال تونسل اللي نسمينه ادينويد. ادينويد هذا الفارنجيال تونسل, تلاحظون في بدايه النيزوفارينكس. فاذا هذا السيرفيس اللي هو باتجاه النيزل كافيتي ايضا راح يكون covered by the epithelium which is lining the nasal cavity اللي هي respiratory epithelium اللي نوعه هو خاص بالrespiratory system ونسميها ciliated pseudostratified columnar epithelium. هذه pseudostratified columnar epithelium موجوده فقط بالnasal cavity او يعني قصدي موجوده بالnasal system. لاحظوا الإبيثيليوم مالتها راح ناخذها بالريسبيراتوري سيستم نجي عليها, هي نوت ستراتيفايد, هي سيدو ستراتيفايد وسيليتد بها سيليا وكوليومنر إبيثيليوم. الجهة الثانية اللي هي باتجاه للخارج راح تكون covered by capsule حتى separated it from the pharyngeal tissue. طبعا هذا الكبسول يكون thinner than the palatine tonsil. البلاتين تونسل يكون كبسول مالته ثيكر, فالفرانجيال تونسل يكون thinner than the palatine tonsil. الصفة الثانية اللي بينه أنه لاحظوا أنه هذا السيرفيز اللي هو مغطى بالميوكوزا أو nasal respiratory epithelium ما بينه كريبت, ماكو هذا الانفاجينيشن, كله يكون يعني سطح واحد, لاحظون؟ ولهذا يكون distribution of the lymphatic node هبها زادلي يعني يكون غير منتظم, ما مثل لاحظوا الكريبت اللي موجودة بالبلاتين تونسل الارنجمنت مع اللمفاتيك نود يول يكون على طول الكريبت فيكون منتظم, بينما هوني تشوفون انه هو مبعثر, اللمفاتيك نود يول تكون مبعثرة, فهو نفس التركيب مع البلاتين تونسل عدا انه الارنجمنت مع اللمفاتيك نود يول فقط يكون هب هازارتلي. وهذه اللمفاتيك نوديول تلاحظوها يونيفورم فهذه نعتبرها برايمري لمفاتيك نوديول, برايمري لمفاتيك نوديول. فاذا فرق الفارنجيال عن البلاتين تونسل انه اول شيء بالنسبه للموقع البلاتين في بدايه الاوروفارينكس بينما الفارنجيال في بدايه النيزوفارينكس. البلاتين يكون 2 in number, الفارنجيال يكون 1 in number. البلاتين يكون covered by stratified non-keratinized stratified squamous epithelium بينما الفارنجيال يكون covered by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. البلاتين بينو كريبت, الفارنجيال ما بينو كريبت. اللمفاتيك تشو بالبلاتين arranged regularly along the crypt بينما
بالفرنجيال تونسل تكون هاب هازارد arrangement of the lymphatic nodule. الانفكشن of the palatine tonsil نسمينه tonsillitis, بينما الانفكشن of the pharyngeal tonsil نسمينه adenitis. النوع الثالث من التونسل اللي ذكرنا هو اللينجوال تونسل. لاحظوا التانج covered, إذا لاحظ أنه التانج تشوفون هذا ال V shape sulcus terminalis, هذا يقسم التانج إلى anterior two-thirds و posterior one-third. ال anterior two-thirds ما بينه لمف, بينما ال posterior two-third بينه aggregation of lingual tonsil. فتشوفون أنه يعني إذا تلاحظون أنه يكون محبحب ويكون يعني ارتفاعه أعلى من ارتفاع ال anterior part. فإذا ال posterior third بعد ال sulcus terminalis يكون بينه slight elevation because the presence of the lingual tonsil. اللينجوال تونسل يشبه البلاتين تونسل لكن الكريبت بينه أكثر وأيضا covered by the oral mucosa, يعني covered by non-keratinized stratified squamous epithelium, واللمفاتيك نوديول أيضا تترتب على شكل, يعني بصراحة بال histological feature صعب يميز البلاتين عن اللينجوال تونسل فقط بيجوز يعني بالعدد مال الكريبت او بالديبث اوف ذا كريبت, باللينجوال يكون الديبث اقل من الديبث اوف ذا بلاتين تونسل. الباقي يتشابهون انه هم بينه كريبت هم بينه نفس الميوكوزال كفرنج نفس الابيثيليوم زين نفس الارنجمنت مال اللمفاتيك نوجو. فهذه انواع التونسل. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنأخذ الثايموس والسبلين. طلاب إذا أحد عنده سؤال راسلوني على التليجرام على الجروب الهيستولوجي discussion histology وأنا أجاوبكم على أي سؤال. وشكرا جزيلا وإن شاء الله تكون محاضرة سهلة. دكتورة بالسلافو. نعم. تسجيل الحضور من واحد يدخل أكثر من مرة يرجع كأنما ما مسجل حضور. ايه طبعا. ها تمام يعني عادي. اي صح دكتور عني نفس الشيء. لا تسجلون اكثر من مرة. ايه ما يقبلوا. ليش تسجلون اكثر من مرة؟ انت من تعملون صب مدرسة راح ينبعث الله. لا تسجلون اكثر من مرة. تمام شكرا دكتورة. تمام دكتورة. زين دكتورة هاي المحاضرة الثانية هم نفس التسجيل ذاك لو تسجيل ثاني راح ينزل؟ مع الحضور؟ لا هو نفسه التسجيل هو طبعا. نفسه التسجيل اوكي يلا شكرا جزيلا عيني شكرا.